على طول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين. بشكر طبعا تواجدكم هنا وحضوركم للمؤتمر الصحفي لمستر ريكاردو والجهاز المعاون كابتن حسام غالي. يمكن اللي أشار إليه الأستاذ جمال هي صفحة جديدة، كان كابتن خطيب ولجنة التخطيط كانت حريصة إن احنا نتواصل. ما حدش في النادي الأهلي بيبدأ من الصفر، كل بيجي يكمل على اللي قبله. بأكد على الشكر والتقدير للجهاز الفني السابق بقيادة بيتس موسوماني، عمل شغل كويس جدا في فترة كانت قليلة برضو مش كبيرة، لكن قدر إنه يحقق فيها بطولات. بشكر ميشيل وعمر وشرف وعمر، كلهم قدوا ما عليهم. فيما يخص الاجتماع بتاع امبارح، اعتقد ان هو اجتماع يعني بتاكد بس على سياساته وتاكد على بنود بتتوارثها الاجيال ومن مرحله لمرحله. كل اللي اتقال امبارح هي صفحه جديده في تاريخ النادي الاهلي بنظامه ومبادئه واسسه، ان شاء الله الرحمن باذن الله ننجح فيها. اساس اي نجاح في الدنيا كله هو انضباط والتزام، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيجي بعد كده. يعني كل اللي اتاكد امبارح في القعده بتاعت لجنه التخطيط وكابتن الخطيب والجهاز الفني بقياده ريكاردو كانت كلها عباره عن ان احنا بنحط نظم وبنحط اسس وبنحط لوائح، لكن كل واحد بيبقى له الدور بتاعه. انت هيبقى ليك كل الاختصاصات وكل الامور وكل الاراء اللي تخدم الفرقه او اي حاجه ممكن نساعد فيها، فاحنا بنساعد معاك. يعني بتمنى له النجاح، وانا عارف ان شاء الله الرحمن باذن الله كان طبع اول ان هو هينجح ان شاء الله. كل الفريق اللي معاه ده احنا بيت واحد وعمل واحد، ان شاء الله الرحمن باذن الله نحقق اهدافنا اللي بيتمثل في سعاده وفرحه جماهير النادي الاهلي كلها. يعني بس شكرا كابتن سراب حفيظ.